السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكون تجربتنا مع أكياس حفظ الملابس أو أكياس التخزين، وهنشوف الماتيريال بتاعتها وكنا جايبينها بكام ومنين، ويا ترى الخامة بتاعتها كويسة ولا لأ. ويلا بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة أنا كنت شارياها من محل مشهور جدا، بيكون الكيس جاي معاه الكيس بتاعنا اللي احنا بنحفظ فيه الملابس، وكمان بيكون معاه المستلزمات بتاعته، وبيكون دوت صناعة صيني. وبنشوف كمان المقاس بتاعه 110 × 80، يعني عايزة اقولك مقاسه كبير جدا وبيشيل حاجات كتير قوي. ده بعد ما انا بفتحهولك دلوقتي بوريكي الحجم بتاعه، وكمان بوريكي قد ايه هو كبير وياخد ملابس معاكي. ودي القطعة اللي انا بقفل بيها الكيس عشان تضمن ان الكيس اتقفل باحكام. كمان زي ما انتوا شايفين كمان في دايرة في نص الكيس دي علشان ان انا اشفط منها الهواء. شايفين حجم الكيس قد ايه؟ حجمه كبير جدا وخد ملابس كتير جدا. وزي ما قلت لكم ان دي الاداة اللي بتقفل بيها الكيس عشان تضمن ان هو مقفول كويس. وزي ما بنوريكم دلوقتي انا بفتحه بيكون معايا غطا، والغطا دوت فيه جواه استريتش عشان يضمن ان الهواء ما يطلعش او يدخل هواء للكيس، فبيضمن ان الكيس يفضل مشفوط منه الهواء اكتر وقت ممكن. هبدأ أرص الهدوم معاكم ونبدأ نشوف بعد كده ازاي هنكمل بقية الطريقة بتاعته. انا رصيت الهدوم واخد هدوم كتيرة جدا. بعد كده بحط الأداة اللي انا وريتها لكم ان هي القفل، بدخلها كويس في الكيس وابدأ بعد كده الف على فتحة الكيس كلها دي عشان تضمن ان انتي قافلة الكيس بطريقة كويسة جدا. بعد ما قفلتها مرتين ببدأ ان انا افتح الاسترتش او الغطاء بتاع الكيس، وابدأ بعد كده ادخل فيها خرطوم المكنسة وابدأ ان انا اشفط الهواء. زي ما انتوا شايفين الهواء بيشفط وبيضغط على الكيس وعلى الملابس. زي ما انتوا شايفين على قد ما تقدري ان انتي تشيلي الهواء او تسحبي الهواء منه. الكيس ده كان سعره قليل، ما كانش غالي جدا، الكيس كان بسعره 35 جنيه. هو بصراحة شال معايا وقت، شال هدوم ملابس كتيرة، بس عايزة اقول لكم برضو ان الماتيريال بتاعته مش قوية جدا ومش متينة جدا، فممكن مع طلوع الملابس في المرة القادمة يتقطع منك او يتنتش فيتقطع ما يستخدمهاش تاني. في ماتريالات افضل من كده وفي حاجات احسن من كده. فدي كانت تجربتي، كنت انا جايباه من سنتر زلزال ب 35 جنيه. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني باشتراك.